تعاون ما بين الفار، كان عندنا مشكله ما بين المفهوم التطبيق مهم جدا. زي ما قلنا مباراه النادي الاهلي دايما بتبقى مباراه والاسماعيلي مباراه كبيره جدا، لابد ان نراعي ان طاقم التحكيم والفار يكون على مستوى واحد من الفهم الجيد للقانون. يمكن نتيجه النادي الاهلي النهارده النتيجه الكبيره يمكن احيانا بتبقى بتغطي على بعض الاخطاء التحكيميه، ولكن نتمنى من خلال هذه المباراه ان لجنه الحكام تدرس هذه المباراه بكل ما فيها من عدم تفاهم ما بين الفار والحكام، لان دوت مش فايده بس لينا احنا، فايده كمان لطاقم التحكيم او طاقم التحكيم اللي جايه فيما بعد. كابتن ايمن بنقول في الاخر خالص مبروك، ونتمنى التوفيق ان شاء الله للتحكيم المصري. نشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي العالمي كابتن نصر عباس. شكرا كابتن. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنكون وصلنا ل